فضيلة الشيخ عطية الصقر، وردت إلينا رسالة يسأل فيها صاحبها، يقول: كيف يغتسل الرجل من الجنابة؟ وكيف يكون غسل المرأة كما ورد في السنة المطهرة؟ لا يتم الغسل من الجنابة إلا بأمرين: النية وغسل جميع الأعضاء، وتكفي مرة واحدة ويسن 3 مرات. ومن سننه غسل اليدين أولا 3، ثم غسل الفرج، ثم التوضؤ، ثم إفاضة الماء على الرأس 3 مع تخليل الشعر، ثم إفاضة الماء على سائر البدن بدءا بالشق الأيمن ثم الأيسر، مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه كما رواه البخاري ومسلم في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل المرأة كغسل الرجل، ولا يجب عليها نقض شعرها ليصل الماء إلى أصله إن كان الضفر غير شديد، لحديث مسلم وغيره في قول امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حفيات من ماء ثم تصبين على سائر جسدك. ويسن لها بعد الغسل أن تضع قطعة من قطن مع طيب يضعف بها أثر الدم. والله أعلم.